مخطط روسي لإعادة إنتاج النظام والدول تتهافت لتقاسم تركة الرجل المريض. رح نحكي اليوم بحلقتنا عن عدة فقرات. فقرتنا الأولى مخطط النظام وروسيا في سوريا. فقرة الثانية الترتيبات الغربية لتقاسم التركة السورية. فقرة الثالثة التطرف والاعتدال من منظور الأنظمة الدكتاتورية. وعنوان حلقتنا روسيا والخارطة الروسية في سوريا. بالفقرة الأولى من حلقة اليوم، مقال الكاتب غازي دحمان بصحيفة الحياة بعنوان مرحلة إعداد المسرح السوري. بس مثل ما وعدناكم بكل حلقاتنا، يعني مو أنا اللي رح أعلق، صاحب المقال هو اللي رح يعلق. بدي رحب فيك أستاذ غازي دحمان الكاتب السوري. مساء النور السادة المستمعين عزيزي. أهلا وسهلا فيك أستاذ غازي. اليوم بمقالك بصحيفة الحياة بعنوان مرحلة إعداد المسرح السوري، أول شغلة بدنا تحكي لنا ليش نقيت هذا العنوان، بعدين بننتقل للتفاصيل ومنشوف نحن وياك شو المسرحية الجاية على سوريا ومين اللي بيخطط لها. بالواقع يعني واضح تماما من الحركة الروسية في سوريا أنها تعد المسرح السوري للأيام القادمة بعد مفاوضات فيينا وبعد قرار مجلس الأمن، فهي تجهز المسرح للانطلاق إلى مرحلة جديدة تتناسب والتصورات الروسية لأفق التسوية والحل في سوريا. يعني برأيك مثلا أن الروس هلأ عم يحاولوا إعادة إنتاج النظام أو إعادة إحياء الأزمة من جديد، ومثل ما بقولوا أنه روسيا هلأ ماشي بمسلسل اللي هو اغتيال قادة المعارضة اللي شاركوا بالرياض أو قيادات الثورة على العموم، مشان خلينا نقول تخلق أزمة جديدة، وهيك بيكون على أساس أنه النظام بيحارب شيء مختلف ما له علاقة بالثورة. بالطبع روسيا تحاول إعادة صياغة الحدث السوري برمته، صناعة حيثيات جديدة فيه، تغيير معادلات وموازين القوة بداخله، كل هذه الأمور من أجل أن تتحكم هي بمخرجات العملية السياسية القادمة وبشكلها بما يتناسب ومصالحها وحتى مشروعها الجيوسياسي في سوريا والمنطقة. طيب خلينا نشوف شو استراتيجية روسيا بمقالك. الاستراتيجية الروسية تعتمد على الاستمرار في ضرب جميع الفصائل المعارضة من حيث البنية التحتية والهياكل والأطور العسكرية، بالإضافة إلى قطع طرق الإمداد إما بالنار كما يحصل على المنافذ التركية، وإما بالتسويات والتفاهم مثل الوضع على الجبهة الجنوبية مع الأردن. وفي إطار هذه الاستراتيجية تقوم روسيا بضرب المفاصل الحساسة لدى فصائل الثورة، وهو ما ظهر عبر عملية قتل قيادات جيش الإسلام في الغوطة الشرقية، والهدف من وراء ذلك خلق حالة من الفوضى داخل أطر الفصائل المعارضة، تؤدي بالإضافة إلى كثافة الضربات وتراكمها إلى تصديع تلك الفصائل وتفكيكها. طيب هلأ الاستراتيجية هون الاستراتيجية الروسية، طيب ماذا عن استراتيجية النظام؟ شو رأيك باستراتيجية النظام بالمناطق اللي بتصير فيها هدن وبيحاولوا ينقلوا الفصائل المقاتلة من مكان لمكان، يمكن مشان يجمعون سوا ويضربون؟ تماما، هنالك تناسق بين استراتيجية النظام والاستراتيجية الروسية. وفي الواقع لابد أن ننتبه لمسألة مهمة. روسيا نقلت مفاهيم تشغيلية تستخدمها هي للعمل في الساحة السورية، النظام يستخدمها الآن. نقلت تقنيات كثيرة من ضمنها أساليب إدارة الصراع، ويعني ليس بالضرورة أن تكون هذه المسألة بدأت مع التدخل الروسي مباشر. هم هنالك تنسيق كامل بينهم، وهذه الخطط هي خطط روسية استخدمتها روسيا في شيشان، استخدمتها في مناطق كثيرة. روسيا تعتقد أن المكون العسكري من الممكن التعامل معه ضمن استراتيجيات التفكيك والتدمير. هذه الاستراتيجية تلغي وتذهب به إلى أماكن أخرى غير مواجهة النظام وغير التوقع أن يحصل على على نصر أو مزايا في مواجهة النظام. هذه استراتيجية روسية خالصة يعني. طيب خلينا نكمل المقال اللي بتقول فيه
إنها من حيث التركيبة هي عبارة عن فصائل عديدة تقوم بالتنسيق بين بعضها، ولها قيادات متعددة أي ثوار وتوجهات ليست متطابقة، وبخاصة على المستوى الإيديولوجي، وتجمعها في أحيان كثيرة مصالح ظرفية وعابرة من نوع التبادل الخدمات والتشارك في الإمداد اللوجستي. كما يشكل عامل القربة دورا مهما في كل فصيل وفي مسألة الترابط عموما، وبالتالي فإن عملية ضرب المفاصل التي تربط بينها تهدف إلى تفكيك تلك الروابط وإنهاء تفاعلاتها ومفاعلها. يعني أنت هون بمقالك عم تعزز هذا الشيء، أنه هذا الشيء كويس، يعني أنه بكل فصيل بيعتمد مثلا على أصل قرابة أو على معرفة، فهذا الشيء جدا وثيق. وبتقول أنه مو ممكن مثلا حتى الاستراتيجية الروسية أو استراتيجية النظام تقدر تفكك هذا المزيج أو التناسج. بالتأكيد، لكن كما ذكرت في المقالة، يعني هنالك مفاصل حساسة ضمن العلاقة بين هذه التشكيلات. يبدو الاستخبارات الروسية يعني لديها مقاربة في هذا الخصوص، وهي أنه كلما ضربت المفاصل الحساسة، القيادات تعتبر مفاصل حساسة، كلما ضربت هذه المفاصل فذلك من شأنه إحداث عملية التفكيك بأسرع وقت ممكن. عملية التفكيك ستؤدي بهذه الفصائل إلى أن يبحث كل فصيل عن مخرج يناسبه هو بالدرجة الأولى، بعيدا عن مصلحة الكل أو المصلحة الوطنية العامة. طيب، صحيح أنه بعد ذلك جرى حصرا أو حصر داعش من قبل الفصائل الثورية وإنهاء فعاليتها التخريبية، وربما هذا هو السبب الذي دفع النظام إلى عقد تسوية معها لإخراجها من جنوب دمشق، وذلك بهدف توظيف الحدث سياسيا وإظهار أن النظام كان يقاتل داعش في هذه المنطقة، علما أن التنظيم لم يبقى لديه في الفترة الأخيرة سوى أقل من 500 عنصر، وأما الآلاف الذين خرجوا فقد كانوا من أهالي المنطقة الذين أنهكهم الحصار. ماذا يعني ذلك وما هي أثاره على المشهد السوري العام؟ من الواضح أن روسيا تتلطى خلف الحراك الدبلوماسي الذي يمنحها مساحة واسعة للمناورة، تستثمرها في فرض وقائع جديدة تجعل كل التفاهمات التي جرى التوافق عليها تصبح من الماضي. يعني روسيا عم تركب فخاخ مثل ما بيقولوا، راحت على مجلس الأمن وقالت نحن موافقين على رقم على القرار رقم 2254، طبعا اللي هو مليء بالأفخاخ واللي هو كمان ما بيحكي عن مصير رأس النظام حتى. قراءتك؟ طبعا رغم سوء القرار ورغم الأعطاب الموجودة فيه، إلا أن أيضا روسيا تحاول أن تتضلل به وتغير المشهد السوري، يعني تحاول أن تستثمره لإنهاء الثورة السورية. طبعا هي غير مقتنعة حتى بالمخرجات أو بالبنود التي رغم ضعف هذه البنود غير مقتنعة فيه، وهي تستغله من أجل تغيير الوضع في سوريا. وللأسف روسيا استطاعت أن تحصل على ضوء أخضر أمريكي بالترتيبات الجارية على المسرح السوري الآن. هنالك هامش زمني ومساحة للمناورة يمكنها أن تلعب فيها كما تريد من قبل المجتمع الدولي، بشرط أن تحقق التسوية التي وعدت فيها المجتمع الدولي. لكن باعتقادي أن روسيا في النهاية روسيا إن استمرت الأمور على هذه الشاكلة، سيكتشف المجتمع الدولي متأخرا أنه وقع في خليعة روسية وصنعت له أفخاخ عديدة كما ذكرت أنت في بهذا الخصوص. يعني حكيت بمقالك أنه روسيا عم تحاول أن تدفع المجتمع الدولي للبحث عن مقاربات جديدة مع تلك المتغيرات بما فيها خيار بقاء الأسد بالسلطة، بس بوصفه مدافعا أو عفوا بوصفه مدافعا فعلا مثل ما قلت مدافعا ضد الإرهاب. يعني جمعت الكلمتين، هو مدافع وهو مثل ما بتوصفه روسيا هو ضد الإرهاب. يعني برأيك أنه روسيا عم تحاول إعادة إنتاجه للنظام، وهل بتقدر على هذا الشيء؟ والله إن استمرت الأمور على هذه الشاكلة روسيا ذاهبة إلى هذا الاتجاه. روسيا ذاهبة إلى عادة إنتاج الأسد. أصلا هي ليس لديها خيار آخر. نظام الأسد لا يمكن إنتاج غير الأسد.
تجريب الأسد وإخراجه سيحتاج تجريب النظام أيضا بنفس الوقت. روسيا مدركة لهذه المسألة، وبالتالي لا خيار لديها تماما، مثل الأسد لا خيار لديها سوى إعادة إنتاج الأسد، وسوى تبرئته، وسوى إعادة تظهيره بأنه رجل كان يحاربها. هذا مخرج بالنسبة لها جيد له وللنظام. يعني إذا أخرجته شو رح تستفيد هي؟ إذا أخرجته من هالمأزق كشخص كرأس نظام، هي شو رح تستفيد؟ يعني مثلا في كتير ناس بيقولوا إنه ليش بالله روسيا لو إنها بتفهم مثلا كان اجتمعت مع المعارضة مثلا وأخذتها كخيار بديل إذا بدها تحافظ على مصالحها. طبعا هي روسيا لا تفضل مصالح إلا مع نظام الأسد. هي لها علاقات وثيقة مع الجيش السوري، لها رجال كثر في الجيش السوري، ونعرف نحن هذا الجيش تحت سلطة الأسد تماما. وبالتالي هي لا يمكن، ليس لديها بدائل في سوريا النظام ورأسه. من يعتقد غير ذلك، يعني المعارضة حتى لو تفهمت مصالح روسيا لن تكون إما بالنهاية لروسيا ولمشاريعها الاستراتيجية والجيوسياسية على الإطلاق. ثم أن روسيا موجودة في سوريا وتقاتل في سوريا بناء على عقيدة أيديولوجية صحيح ليست يسارية، لكن عقيدة أرثوذكسية، عقيدة تعادي المسلمين السنة للأسف. يعني هذا ما هو حاصل. ده هيك روج للحرب أنها حرب دينية. بالضبط. يعني لا، هو لم يخجل من هذه القضية، وأصلا سلوكه حتى في أوروبا وفي أوكرانيا، سلوك فلاديمير بوتين هو سلوك له مرتكزات دينية. وبالتالي هو مستحيل أن تكون المعارضة بدائل لنظام الأسد بالنسبة له. طيب، بتقول بمقالك أنه يجب مواجهة الوجود الروسي بطرق أكثر عملانية سياسيا وميدانيا، بما في ذلك الضغط على روسيا لوقف حربها وتذكيرها أنها تمارس حربا على مجتمعات محلية. طب باعتقادك أستاذ غازي، يعني هاي الطرق كتير يعني استعملوها مع الروس بس ما نفعت، ما بعرف يعني، أو شو قصدك هون مثلا أكثر عملانية سياسيا وميدانيا؟ شو قصدك بالميدانيا هون؟ بالميدانيا من المفترض أن الدول الداعمة للمعارضة السورية أو الدول الصديقة لسوريا أن تستمر بتزويد المنطقة بأسلحة، وبأسلحة نوعية تستطيع الصمود في مواجهة الهجوم الروسي. أنا باعتقادي وأكثر من ذلك يفترض أن يكون هنالك خبراء واستراتيجيون من هذه الدول يشرفون على إدارة مسرح المعركة في سوريا تماما، كما أن إيران وروسيا لهم خبراء وجيوش واستراتيجيون، ويفعلون ذلك في وضح النهار وبكل مثل ما بيقولوا عين جارة يعني بالسوري، أن يفترض أن الأطراف الأخرى أن تكون موجودة أيضا على الأرض وتدير مسرح الصراع، مع بحيث يتكافأ الوضع. نحن الآن أمام قوة عظمى نزلت بتقلها إلى جانب طرف خصم في الحرب السورية. هذه القوة لابد أن يكون لها مكافئ أيضا في المقابل، وإلا سيسحق الشعب السوري بهذه الطريقة. طيب بدي أتشكرك الأستاذ والكاتب السوري غازي دحمان، كنت معي، بتشكرك على وجودك معنا اليوم بحلقة أسبرين. فاصل ومنكمل. شكرا. بالفقرة الثانية من حلقة اليوم، قال الكاتب خالد غزال بصحيفة الحياة بعنوان آية جراحة للرجل المريض السوري، بيقول: خلال القرن التاسع عشر كانت الإمبراطورية العثمانية تعيش تفككا في سلطتها على المناطق التي تقع خارج سيطرتها. كانت انتفاضات الاستقلال عنها متكاثرة، بحيث أن وحدتها كانت سائرة إلى زوال. أطلقت الدول الأوروبية تعبير الرجل المريض على هذه الإمبراطورية، وسعت إلى منع هذا المريض من الوفاة قبل أن تتم مقاسمة ثروته. فرضت الوفاة على العثماني عندما توافقت الدول الغربية على اقتسام تركته بعد هزيمته في الحرب العالمية الأولى. فهل تختلف حال النظام السوري في هذه المحطات من حياته عن حال الإمبراطورية العثمانية؟ ألا تتشابه مسالك الدول الغربية والإقليمية في منع سقوط المريض السوري
ووفاته قبل أن تكتمل الاتفاقات على الحصص والترتيبات اللازمة لها. تتكاثر هذه الأيام المؤتمرات الدولية تحت تسمية التسوية للحرب السورية وإيقافها، من مؤتمر فيينا إلى مؤتمر نيويورك إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. يعني كتير كنا نتساءل قبل، هدول جماعة مؤتمرين ولا متآمرين على الثورة السورية؟ ببين أنه من المؤتمرين هدول أو الجماعة المؤتمرين، مين اللي كانوا مؤتمرين؟ كانوا فرنسا وكانوا بريطانيا وكانت أمريكا وشوية دول طبعا إلى مصالح بسوريا. الحجة دايما والمدخل كان أنه شو، كان محاربة تنظيم الدولة، يعني الحجة المعلبة جاهزة. طيب هدول المجتمعين مشان على أساس ينقذوا بيقولوا ما تبقى من الشعب السوري أو ما تبقى من سوريا، كل واحد حسب وجهة نظره مثل ما بيقولوا، بس وجهة النظر هاي لا تنسوا أنه بيطبقوها ميدانيا وسياسيا وعسكريا، لأنه هن أقوياء كتير، أو خلينا نقول بيملكوا الأسلحة وبيملكوا القرار بالمجتمع الدولي. فكنا نحتار أنه يعني نفسهم اللي عم يحاولوا يجتمعوا مشان يحلوا الأزمة السورية، واحدهم عم يدعم ميليشيات كردية بالشمال السوري تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية، وبيقول لك من حارب داعش، وقوات سوريا الديمقراطية عم تضرب بحلب وعم تضرب بريف الحسكة وعم تضرب وعم تهجر الأهالي. وبنفس الوقت شريك السلام اللي بيقول عن حاله شريك سلام اللي هو روسيا عم يحارب السلام بسوريا، عم يهدم البيوت فوق أهالي أصحابها، أو عفوا يهدم البيوت على أصحابها، يعني عم يقتلهم وبيقول لك بدنا نوجد سلام، وهن عم يحاولوا يقسموا التركة. التركة هاي مطارح ميميم واللادقية وطرطوس لروسيا، يعني خلينا نكون واضحين هلأ، ما بدنا نقعد نحكي حكي سياسي ودبلوماسي كتير ونرفع مستوى الحديث، لا مبين القصة. يعني ريف الشام أو مورش في الشام، أحياء دمشق باتجاه التشيع أخذتها إيران، هيك لزق للزبداني ومضايا، لزق بلبنان مشان خط سيري واحد يكون من العاصمة لعند حسن زميرة، وعندك بالشمال ميليشيات كردية، فشو ضل؟ وروسيا من الجو، وأمريكا دايرة ظهرة وبتقلك نحن منحارب الإرهاب وما بعرف شو. فهدول الدول مؤتمرين مو حبا فينا، بس لأنهم كمان هن بيدعموا ناس على الأرض، ميليشيات على الأرض تتبع لهم، وكل واحد بده مصلحته بده محط رجل بهالبلد. خلونا نرجع للمقال. من هذا القرار إن أقصى ما يمكن أن ينتج من هذا القرار هو إدارة مديدة للأزمة من جانب المكونات الدولية بما لا يمت للمريض ولا يؤدي إلى شفائه في الوقت نفسه، فالقرار يحمل تناقضات المانعة للحل، فالاتفاق على موقع رأس النظام والاتفاق على طبيعة المرحلة الانتقالية ولا على المرجعية الأساس التي كانت مقررات جنيف 2012 مصدرها. يعني التناقض الأكبر واضح هو المتعلق بوقف إطلاق النار، يعني هذا أكثر قرار مضحك بالعالم، إن وقف إطلاق النار ومدة المدة اللي راح تصير فيها الفترة الانتقالية هي عبارة عن 18 شهر. طيب براميل الأسد عم تقصف بحلب، عم تقصف بحماة، عم تقصف بدرعة، وين خريطة توقف إطلاق النار؟ يعني مين اللي راح يوقف إطلاق النار ومين بيضمن لنا إنه حدا يوقف إطلاق النار؟ روسيا اللي بدها توقف، اللي بتقلك نحن من حرب التنظيم، قوات ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية اللي بتقلك نحن من حرب التنظيم، مين؟ حزب العمال الكردستاني، الميليشيا هاي اللي جاي كمان بيقول لك نحن من حرب التنظيم، يعني هاي القوات معفية ما عليها ضريبة وقف إطلاق النار، مين اللي بده يضمن لنا؟ يعني هاي مثل ما قلنا إنه القرار بس ما بيتعدى كونه قرار خلقي وليس ملزم. نرجع للمقال. تحت سقف المداولات الدولية بين أصحاب المصالح الكبرى كانت تجري ولا تزال عمليات جراحية في قلب الكيان السوري، عنوانها اللعب بالديموغرافيا وتهيئة الأرض السورية لوقائع جديدة يمكن فرضها عندما يحين أوان البت بمصير الرجل المريض. لعل أهم هذه الجراحات الجارية على يد روسيا وإيران، تلك التي تحاول رسم معالم تقاسم للجغرافيا السورية،
بما يتوافق مع مصالحتين الدولتين. لم يعد خافيا أن إيران والميليشيات التابعة لها تسعى منذ تدخلها إلى خلق مناطق نفوذ استنادا إلى تهجير عرقي قسري وتغيير في الديموغرافيا لبعض المناطق، بما يكرس مذهبيتها المتوافقة مع المذهبية الإيرانية. يعني هذا التغيير مثل ما قلنا أنه بيهدف لوجود شريط جغرافي ممتد من العراق لسوريا للبنان للهلال الشيعي، وهيك النفوذ الإيراني بيكون جاهز على الأرض. طبعا إجت روسيا وما عجبها الشيء، مو مشان شيء بس مشان ما تقوي التواجد الإيراني على حسابها. ما بدنا ننسى كمان الميليشيات سوريا الديمقراطية اللي بتحاول السيطرة على النفط كمان، يعني لتشكيل دولة. كل واحد بيجي بحارب التنظيم بس مشان يشكل دولة، لا تفكروا يعني ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية ولا ميليشيا حزب العمال الكردستاني ولا الميليشيات الإيرانية ولا كذا، هاي اللي بتدعي محاربة التنظيم. ما علينا، فاصل ونرجع. بالفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، مقال الكاتب إبراهيم غرايبة بصحيفة الحياة بعنوان كيف نميز بين التطرف والاعتدال، بيقول: وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم أو ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تبدو مفاهيم ومصطلحات من قبيل الوسطية والاعتدال والتطرف واضحة ومحددة في الثقافة الغربية، لكن لا يمكن اقتباسها في الشرق إلا باقتباس الفلسفة والفكر المنشئ لها، إذ تبدو لدى فهمها في الخطاب الإسلامي السائد والمتبع مختلفة اختلافا كبيرا، وتحتاج إلى خطاب إسلامي جديد أو مختلف يستوعبها ويطبقها على النحو الذي تعمل فيه في بلاد المنشأ. فمقياس الوسطية والاعتدال والتطرف هو الاجتهاد الإنساني السائد أو الغالب أو العقد الاجتماعي المنظم لعلاقات الناس ومصالحهم، بمعنى أن التطرف هو الاختلاف عن العقد الاجتماعي السائد أو الخروج عليه، والوسطية هي الموقف الوسط بين اتجاهين أو فكرتين يجمع بينهما وإن كان مستقلا. الصواب في العقد الاجتماعي فكرة إنسانية نسبية ليست يقينية، وحقا نزل من السماء. الصواب هو الاجتهاد الإنساني في فهم الكمال وتمثله. يعني صاحبنا بالمقال عم يحاول يوضح لنا أنه بين التطرف والاعتدال، ما بين التطرف والاعتدال شعرة. فأنت معتدل بدك تيجي، حتى أنت المعتدل إذا بدك تيجي تناقش باعتدالك وبكذا بتتحول لمتطرف أحيانا، لأنه أنت متعصب لفكرة الاعتدال تبعك. ما بدنا نفوت بهاي الفلسفية الكبيرة، بس مثل ما بقولوا أنه غياب العقد الاجتماعي اللي اندثر الإنساني هو مو وسط، لا حل وسط ولا تطرف. يعني في صواب مطلق وفي خطأ مطلق، يعني ما عنده حل وسط. الصواب الحق اللي نزل من السماء وما سواه باطل. يعني مثل اللي عم يجي وعم ينتقد بيقولك انه الشيء اللي نزل من السماء هو الحق وما خلافه باطل، يعني جاي عباله يعمل ثورة على هذا الشيء. طيب، هو الصواب فقط ويتبعه المؤمنون على أنه الحق الذي نزل من السماء والواجب اتباعه. لذلك وببساطة ووضوح فأنه لا يمكن الحديث عن تطرف واعتدال في غياب العقد الاجتماعي الإنساني. لا تصلح هذه المفاهيم والأفكار إلا في أنسنة الحكم والعلاقات، أما في ظل الاعتقاد بالصواب الإلهي والشامل والكامل والذي يصلح لكل زمان ومكان، وهو ما تؤمن به في عالم العرب والمسلمين، الحكومات والمعارضات على السواء، ولا فرق في ذلك بين أبو بكر البغدادي وأيمن الظواهري وشيخ الأزهر وسائر علماء الشريعة ووزراء الأوقاف، فإن الخلاف أو الصراع ليس بين تطرف واعتدال، لكنه بين الحق والضلال. لا، في صراع واحد هو بين اللي بيجي وبيقول لك أنا مؤمن أو متدين وبيحط الدين توب لإله بس حجة لإله وبيعمل اللي بده إياه، وبيقول لك أنا متوسط وأنا معتدل وأنا متطرف، وبصير يكفر ويآمن على كيفه. كان عنوان حلقة اليوم روسيا والخارطة الروسية في سوريا.
حكينا بعدة فقرات، الأولى مخطط النظام وروسيا في سوريا، الفقرة الثانية الحصص والترتيبات الغربية لتقاسم التركة السورية، الفقرة الثالثة التطرف والاعتدال من منظور الأنظمة الدكتاتورية. للاستماع لحلقتنا فيكم تتابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كان معي من الهندسة الإذاعية سلام المساعدة، وكنت معكم بالإعداد والتقديم هادي أحمد. لسوريا ولكم السلام. إعداد هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.